السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة سيكون ضيوفي فيها كل من الدكتور عدنان لفتة الزميل الإعلام الرياضي. مرحبا بك دكتور، حياكم الله. ومعي أيضا الزميل حيدر الرماحي الإعلام الرياضي. مرحبا بك حيدر، أهلا وسهلا. وسيكون معي أيضا بعد قليل الزميل الإعلامي الرياضي نور نزار، استكمالا لمحور حلقة يوم أمس والتي تخص الإعلامي حيدر زكي وما حصل من مستجدات أخيرة بدعوى الكابتن عدنان درجال. البداية من أبرز المتابعات، تصريح للمدرب كريم قنبل الحبس على الإعلامي حيدر زكي سابقة خطيرة. حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع كلش مهم، يعني هذا البلد عجيب غريب، يعني ممكن اللي يحكي الحق واللي يدافع عن الحق يعني جازوه بهذا الموضوع. سابقة يعني خطيرة جدا على الصحافة، يعني دا يقولون للصحافة اسكتوا ولا تحجون، شوفوا الغلط بعينكم ولا تحجون. فهذا الموضوع يعني المفروض من القضاء أن يقدر دور الصحفي ودور الإعلامي، لأنه إحنا لولا الإعلام ولولا الصحافة ما كان شيء صار. ولذلك هو هذا انذار خطير يعني على كل الصحافة أن تسكت، لأنه هذا أحد الإعلاميين، زملاء الإعلاميين، صديق الصحفيين، سجن بسبب يعني انتقد حالات معينة. ولذلك هو يعني هذا الشيء ما مطلوب من القضاء أنه يقصى على هذا الإعلامي بهذا الشكل. رجال الصحافة والإعلام يتضامنون مع الزميل الإعلامي حيدر زكي. ما كنا نتمنى يوصل الحال إلى هذا الطريق، يعني قد نختلف بعض الشيء مع ما يطرح في برنامج الزميل حيدر زكي، لكن بالأول وبالأخير الإعلام له حرية الانتقاد وله حرية تشخيص الأخطاء. أعتقد إذا ما عدم تنازل السيد عدنان درجال عن هذه القضية ربما سيذهب الموضوع باتجاهات أخرى، ستكون هناك قضايا أخرى، ربما دعاوي أخرى. يمكن إحنا بالفترات السابقة وعلى مدار يعني السنوات اللي مضت واتحادات عديدة عقبت على رأس الكرة العراقية، دائما ما كان يوجه نقد لاذع لرؤساء الاتحادات بحكم أنت اليوم شخصية عامة، هذه الشخصية قابلة للنقد. ممكن أنا وجهة نظري أشوف هذا العمل صح، أشوف هذا العمل خطأ فأنتقد. أنا هذا اليوم أعتبره يوم النكسة للإعلام العراقي الرياضي. ما جرى اليوم راح يترك شرخ كبير بين المسؤول وبين الإعلام، وبصراحة يعني جدا متألم لما حدث، وأتمنى أنه الخيرين يتدخلون يحلون الموضوع. من خلال برنامجكم أوجه مناشدة إلى الحاج رئيس نادي الكهرباء السيد علي الأسدي بالتدخل. المشجع مهدي الكرخي يدعو لحل الأزمة بين الكابتن عدنان درجال والإعلامي حيدر زكي. خبر مؤسف ان نشوف يعني احد اخونا وزميلنا الاخ حيدر زكي، يعني الخبر هذا مو صحيح. انا وان شاء الله البركه بالاخ عدنان درجال. ابو حيدر اسم كبير واسم يعني نتائجه حلوه كانت الاخيره، خاصه من اسلام الحتسي من كاس الخليج، ما شاء الله النتائج يوم على يوم تصير حلوه ودوري جميل، واخذ نتيجه تاهل الى فرنسا وباريس، وان شاء الله يا ربي قلبه شبير واخوه هذا اخوه صغير، وان شاء الله تفضل القضيه ونصير كلنا اخوان، والتنازل هو حلو والصلح حلو، خاطر نلملم القضية. وإن شاء الله يا ربي أدعو كل الناس العقلاء والمعنيين التدخل لحل النزاع بين كابتن عدنان درجال وحيدر زكي من أجل السلام وسلام الأهلي. حلو. تحية أخرى مشاهدين الأكارم، أعود مرة أخرى وأجدد الترحيب لضيوف كورة هذا المساء. كابتن عدنان حياكم الله مرة أخرى، لم أسمع منك تعليقا على ما حصل يوم أمس ب المحكمة وإعلان الحبس على الزميل حيدر زكي لمدة 4 أشهر بناء على دعوة مقدمة من رئيس الاتحاد السيد عدنان درجال. تحية لك الأخ حيدر ولكل جمهورنا الكريم. موضوع التعليق، أنا تقريبا قليل التواجد هذه الأيام على التواصل الاجتماعي بسبب أن اللجنة الامتحانية صحيح والامتحانات بدأت، لجنة امتحانية ويعني متاعب هواي. طبعا أكيد إحنا إنسانيا لا نحبذ ولا نتمنى أي سوء لأي زميل إعلامي في أي مفصل من مفاصل الإعلام، المقروء، المسموع، المرئي. نتمنى دائما أنه الإعلامي يعني يكون بمنأى عن هذه الأمور، لأنه هو صاحب عائلة وإنسان
والإنسان يخطأ بكل الأحوال، فلذلك يعني العفو عند المقدرة شيء عظيم عند الإنسان، ومهما كانت حجم الإساءات سواء الكابتن عدنان درجال أو غيره من الشخصيات، كنا نتمنى أن لا نسلك هذا المسلك، يعني مسلك القضاء والسجن والعقوبات. فلذلك نتمنى أن تحل الأمور بشكل ودي. نعم احنا نحترم القضاء ونحترم القانون، هذه أمور يعني لا خلاف عليها، لكن نتمنى دائما الحس الإنساني يسمو ويرتفع، لأنه أيضا لي يعني حيدر عائلة وأطفال وأخوانه ووالده، والده يعني صحفي الكبير عبد الزهر الزكي معروف، رجل إلى يعني وجوده ومكانته، وشقيقه الأخ بلال واحد من الصحفيين المميزين، وكل الوسط الإعلامي أكيد يتفاعلون ويتفقون أنه الإعلام يفترض أن يكون بعيد عن قضية السجون والأحكام، لأنه يعني نؤدي مهامنا بشكل مختلف، قد يعني نخطأ في جانب معين، لكن نتمنى دائما الصفح يكون موجود ومبدأ الاحترام موجود، لأنه يعني ممكن تحل أي قضية أي مشكلة بشكل أهدأ بعيدا عن قضية السجن والعقوبات ودخول القضاء، لأنه صراحة احنا يعني علاقتنا ودية دائما، رجال الرياضة ومسؤولي الرياضة دائما يقولون الإعلام شريك، فأما أن نتقبل الشراكة بكل يعني بحلها وترحالها بسلبها وإيجابها أو لا، فلذلك نتمنى الأمور يعني تهدأ، نتمنى يكون الصفح موجود والمغفرة موجودة، وأتمنى يكون الجانب الإنساني هو أعلى شيء في هذه القضية. لليوم الثاني على التوالي والزميل حيدر زكي ما زال في السجن. يا حيدر حياك الله علي مرة ثانية، وتحية للدكتور. المثل السائد يقول حضر الماء بطل التيمم، فمن أن عرفت أن الدكتور عدنان راح يكون شريكي بهذه الحلقة، وأنا لا أفكر أن شنون راح أجاوب من بعده، لذلك كل الاحترام وأستاذي ومعلمي، فبوجوده كلامي كله ما إلى أي معنى. على العموم كل الحب والتقدير للأخ حيدر زكي، وأتمنى أنه خلال مدة قصيرة وفترة قصيرة أن يتم حل هذا الموضوع، وبالتالي الموضوع يقف الآن عن الإصفاح من قبل الكابتن عدنان درجال، وليس التنازل، كون التنازل هو تنازل عن حقه يبقى حق الرأي العام، بينما الإصفاح ممكن أن يتدخل به القضاء العراقي ويكون أيضا ينظر إلى الرأي العام بشكل كبير جدا، ويخرج نتمنى لأحد أو اثنين، هذا في حال إذا أصفح الكابتن عدنان درجال. بس لماذا الموضوع شخصنا مع حيدر زكي؟ أنا هنا أنا هذا كلام اللي راح أتكلم به مو دفاعا عن عدنان ولا إساءة لعدنان درجال، وإنما أريد أبحث عن المؤسسات الإعلامية ودورها تجاه هذا الموضوع. اللي تفاجأت واستغربت أنه قناة دجلة منزلة خبر نتمنى من القضاء العراقي أن يخفف الحكم، يعني حتى مو الإفراج عن موظفنا، هذا ندلك على شيء يدل أنه القناة مقتنعة أنه مقدم برامجها قد أساء إلى الشخصية التي ذهبت إلى القضاء واستحصلت على الحكم. زين أنا ليش أنطي المجال إلى موظفي بأن يصل إلى هذا الحال وأن يسيء إلى شخصية عراقية؟ وإذا نرجع لهذه الشخصية، هو رئيس دولة كرة القدم، ترى كرة القدم عالم بحالها، الفيفا اتحاد بحالة دولي، له قوانينه وله تشريعاته وبرئيس، فإحنا كرة القدم كوكب والعراق جزء من هذا الكوكب، إذا ننظر لعدنان درجال ننظر له كرئيس دولة، ليش دن أحيانا نستحقر عدنان درجال؟ حتى لغاية يوم أمس المسجات هذا البعثي، نظام البعث، نرفض نظام البعث، من اللي يقولوا هالطريقة؟ الكثير من يعني انت وانا موجودين بالجروبات والدكتور نعرف من اللي يسولف ونعرف من اللي يحكي، هل هذا الكلام منطقي؟ زين انا على مود انه اكون ضيف عند هذا الشخص باشر عقبه واسيء لشخص ممكن انه يوم من الايام يكون مستقبله على ايده، وشفناه وصارت هواي اللي قال على درجال الدجال بيوم من الايام مجده واصبح عضو بالمكتب الاعلامي. زين افترت الدنيا لو افترت، فانا ليش ما انه اخذ خط المستقيم واتكلم بجد؟ انا اليوم شخص اسيء الي طلع على لساني بحلقه ببرنامج كوره قال حيدر الرماحي مو خوش انسان، زين اخلاقه مو زينه، رحت للقضاء وكسبت القضيه ضد علي، اطلع انا مو زين؟
طيب ليش ما كسب القضية وراح اشتكى على اللي وصفه دجال؟ هسه أنا هاي ذكرتني بيها ما أتذكرها ولا أعرف للأمانة منو اللي حكاها. هسه الدجال وراح عينه بالمكتب الإعلامي. كسبه كشخص. هنا أنا الشخص أكو محاولات صارت وياه زين، يعني لغاية الآن دنحاول إنه نوصل إلى حلول مع الكابتن عدنان درجال وأيضا مع عائلة حيدر زكي. صار اتصال تحياتي إلى ويا الزميل حسن البيضاني، قال أنا أرفض بشكل قاطع أن أي أحد يتدخل بقضية حيدر زكي أو يتكلم نيابة عن حيدر زكي أو عن عائلة حيدر زكي. إذا تردون الضامنه بس ما ترحون العدنان مرفوض. يا بليش ما دا أتحرك على مكتب مستشارية رئيس الوزراء، دا أتحرك على سيد عقيل مفتن، دا أتحرك على القامات الإعلامية حتى نروح ونحاذ هذا الموضوع ودي. قال لا احنا نكسب القضية. زين ما كسبت أربعة أشهر انت تنطي خبز؟ زين انطيت خبز عائلته، بنته عندها امتحانات بكالوريا شنو ذنبها؟ هو الشخص أربعة أشهر يمر المرور الكرام؟ هذا مو منطق، هذا مو منطق. اليوم إذا أنا أسائت خلي أتحمل نتيجة إساءتي، إذا ما كنت مسيء كان القرار قضاء. ترى القضاء العراقي عادل وما يتعمل بشخصنا. والله مع أي شخص. كلامك أنت مقتنع بسجن حيدر زكي وقابل ومسلم أيضا؟ ما أريد أقول مؤيد حتى لا أبالغ. مقتنع بالقانون العراقي وإنصاف القانون العراقي. أنا رحت بشكوى وقد ذكرت لك مثل قبل قليل علي سالم حكي عليه. ما عندي ناس تأثر على علي سالم وقل لهم بعد بطله خلي لي يحكي عليه. أنا رجال بالغدير وهو بالفرات ولكم دينكم ولي ديني. رحت للقضاء قلت لهم هذا يرضي يا عمي، هذا يشهر بي وكذا، وأنا عندي بنات وعندي عائلة وبمنطقتي معروف وجه. زين ما يجيني واحد يقول لي باعي شلون فلان يحكي عليك؟ نظر القضاء للقضية قال نعم. زين انت الان مسيء يا حيدر، علي مسيء. اخذ علي قال لي يا علي انت سئت الحيدر، ادلتك وين؟ قال له ما عندي ادله، حجي موجود. واعتقد وصلت لك الصوره واضحه عن ما دار داخل زين دار القضاء. ما تعرض له درجال اضعافه ب 100 مره تعرضوا الى اعضاء اتحاد ما راح ولا رئاسات. راح يرحون. شلون يعني راح يرحون؟ الفتره القادمه تنبئ بعمليات قضائيه رائعه جدا وكثيره جدا بالوسط الاعلامي. بس قل لي من اللي راح يروح بها؟ طبعا اذا انت حضرتك مؤيد لسجن زميل لقضيه راي من سجن اعضاء طبعا راح تصير سنين وبعد اي واحد يروحون للقضاء. انا مو مؤيد، انا متضامن مع ومع متضامن مع الكل. اعتقد قريت منشوره وشفته متضامن مع الكل. زين انا اللي اقوله احنا يحتاج لنا الى تشريع قوانين خاصه بما يخص الإعلام، بما يخص الظهور المرئي، وهاي من شأن هيئة الإعلام والاتصالات، أيضا الحكومة العراقية معنية برئيس الوزراء شخصيا. ليش؟ لأن ما بعد السقوط فجأة بدت حملة مؤسساتية لا حد يزعل من يمي حزبية لعدد من القنوات الكثيرة، وبدت كل قناة تغني على ليلاها. تمام. زين تمام. شباب الزميل حسين عمار طالب مداخلة بس اللي ما أسأل الدكتور بعدين دخلوا لي اتصال. السؤال ظاهرة السجون بكل صراحة مهما كانت الأسباب هي دخيلة علينا كوسط رياضي وحتى عراقيا ما شهدت سجن إعلامي سابقا. دكتور عدنان احنا في تصريح سابق للسيد نقيب الصحفيين قال احنا نفخر في نقابة الصحفيين انه ليس لدينا صحفيين رأي سجناء رأي يعني وهذا اكيد هدفنا دائما لانه الراي متاح في بلدنا اللي اعتقد يتمتع بحريه ما موجوده في اي بلد اخر. حريتنا معروف يعني. موضوع احنا يمكن من البدايه انت حضرتك من سالتني قلت لك احنا يعني مع الانسانيه. انا لم اتحدث بالقانون، انت حضرتك متخصص بالقانون، انا مو متخصص بالقانون، لكن انا عراقي وانا اعلامي. فانا انظر للامور من الجانب الانساني. الجانب القانوني حق او غير حق بالقضاء هو يقرر طبعا. ذلك، لكن احنا نتحدث عن الجانب الانساني اللي دائما احنا يعني نتوسم انه يصبح المرتبه الاولى، والانسان هو دائما حتى احنا بكره القدم من نتعامل نقول بروح القانون دائما، ما نتعامل بالقانون بحذافيره، فلذلك احنا نتمنى دائما الى اللحظه الاخيره ان الوسطاء يعني يتدخلون، المسؤولون يتدخلون، نتمنى يكون اكو موقف للجميع، لانه يعني لا نقبل للصحفي ان يصبح
يعني رهين السجون والقضاء، ويعني هذا ما يليق بصحافتنا اللي احنا دائما نقول احنا صحافتنا حرة ومؤسساتنا حرة ويتحدثون بما شاءوا. هسه أنا وأنت يمكن ميل للجانب المهني الملتزم اللي ما بي إساءة ما بي سب أكيد، لكن ما نقبل الأمور تصل إلى حد يعني موضوع القضاء والمحاكم والسجون. ممكن القضايا تحل يعني من خلال العوائل، من خلال العشيرة، وأكو حلول قابلة، أطراف يتدخلون، لكن بالقضاء من ندخل موضوع القضاء أنا أعتقد الإعلام يعتبر سلطة، وطالما إحنا عندنا سلطات يعني السلطة التنفيذية مهمة والسلطة البرلمانية التشريعية مهمة جدا والسلطة القضائية سلطة مهمة، الإعلام أيضا يعتبر سلطة، فهسه إحنا مو نخلي رأسنا برأسهم، لكن إحنا سلطة من ضمن السلطات الأخرى دائما نتوخى ونتوسم أنه للإعلام إلى وجوده ومقبوليته. ممكن نحذر ممكن ننذر كثير من الأمور، لكن ما تصل الأمور إلى حد السجن والإقصاء يعني أنا أعتقد الإعلامي هو يقوم بدوره، قد يخون التعبير، قد كثير من الأمور تفسر، والإنسان يخطأ، الإنسان مو ملاك، الإنسان عبارة عن مجموعة أخطاء. فنتمنى يعني أنا أبقى إلى آخر لحظة أقول إن شاء الله عناصر الخير تتدخل، إن شاء الله الأمور توقف يعني توقف عند هذا الحد وما يصير بها أحكام ولا بها سجن، إن شاء الله الأمور تمضي طبعا مع احترامنا لكل الشخص، ما نقبل الإساءة لأي طرف، للكابتن درجال أو لغيره من المؤسسات العراقية الرياضية، ذول مؤسسات عامة لهم وجودهم. لكن أيضا يعني أنا قلت لك إياها من البداية وأكرر، العفو جميل والتسامح جميل، إن شاء الله يكون هو دائبنا وهدفنا في كل الأحوال. زين دكتور، أسألك بالله خلال الفترة اللي عملت بها بمجال الإعلام، مش كم مرة تعرضت للإساءة ومن قبل كثير، إش قد مقدمي برامج وأيضا حتى ضيوف كثير. لو نفترض لو فرضا دكتور عدنان ذهب إلى القضاء بوقتها مع وجود الأدلة والإثباتات، زين ما راح يأخذهم للقضاء؟ الزميل حسين عمار طالب مداخلة، حضرتك معي عبر الهاتف، تفضل لك الكلمة. حياكم الله شباب، طوني صوت داخلي خلي يسمعون الضيوف. طلبت مداخلة على كلام أخ حيدر الرمحي. نعم. اليوم احنا كنا لازم ننظر بعين العقل والمقدرة لما حدث الزميل حيدر الزكي، انه حيدر الزكي خط القضبان بكره راح تكون هذا الموضوع تكلمها بالعامية وبلغة العشائر، راح تكون سنين لبعض السياسيين وبعض الرجال الشهادات هي بزج الزملاء الإعلاميين في السجن. اليوم نطالب من الكابتن عدنان درجال النظر بعين الأبوية والتسامح، واعتقد حسب ما معلومات اللي عندي انه القضيه التي سجن بسببها او حبس بسببها الزميل حيدر الزكي هي صار لها اكثر من عام. تمام؟ فاتمنى من الكل ان يتوخى بدقه ويتكلم يعني بمهنيه وانسانيه مع الزميل حيدر الزكي. اليوم حيدر الزكي، بكره انت وبكره غيرك وغيرك وغيرك. خلي يجاوبك حيدر الزكي من الاشخاص اللي حيدر الزكي اخطا. نعم بس اسمع لي حيدر حبيبي، حيدر زكي اخطأ، نعم حيدر زكي خان التعبير، لكن اكو صفحات اساءت بمئات المرات لدكتور عدنان وللمدرب المحلي واللاعب المحلي واللاعب المغترب، ايضا هاي لازم نوقف عندها. ايضا من نطالب بتطبيق القضاء العادل بحق فين اوصاد من الناس من اجل انه هذا لان اتاعوا لشخص الكابتن عدنان درجال، واكيد كابتن عدنان درجال حقه محفوظ وهو اسم كبير ونجم الكرة العراقية، لكن يجب أيضا الكابتن عدنان درجال يطالب هيئة الإعلام والاتصالات ويطالب نقابة الصحفيين بأخذ موقف بحق هذه الصفحات التي تجاوزت وأساءت للكثير من المدربين واللاعبين. كل يشهد، وخير مثال قبل فترة تجاوزوا وأساءوا لشخص الدكتور عدنان نفسه بسبب موضوع معين. هل من المعقول أن الكابتن الدكتور عدنان نفسه راح يروح يرفع دعوة قضائية على مقدم تيم ومقدم صف؟ لا، سلطة رابعة. وخير مثال الدكتور عدنان نفسه هو استاذ جامعي واسم كبير بعالم الاعلام، ما في يوم شفنا طلع اساء لاي زميل له ولا رفع دعوه على اي صفحه. يجب ان نقف وقفه واحده ضد هذه، لان صدقوني اليوم حيدر باسر غيره وغيره وغيره وغيره. رد قبل لا انهي حيدر. والله يعني تحياتي لحسين عمار من المراسلين
مبدعين في مؤسسة قناة العراقية الرياضية وشبكة الإعلام العراقي، سيان من الأشخاص المتضامنين مع خروج حيدر زكي من السجن، لكن دا أتكلم عن حالة أنه شخص بيها ذهب إلى القضاء، وذكرت مثال أن الدكتور ما ذهب إلى القضاء بفترة سابقة. يبقى هذا الموضوع يا حسين، بس خلي أكمل حتى الموضوع يفهم أيضا للجمهور، لأن أنا حلقاتي ويا علي سالم ما شاء الله كلها تخلي هسه عندي واحد متابع راح، حتى هذا المتابع راح. زين خلي أكمل وحتى أيضا الجمهور يفهمني. يا أخوان، عدنان درجال لجأ إلى القضاء، لجأ إلى القضاء بعد جلسات حوار، من دون جلسات حوار شخص ارتأى أن يذهب إلى القضاء العراقي. ما ممكن أن يكون القضاء العراقي غير عادل. زين، عرفنا أن القضاء العراقي عادل وطلع بحكم، هسه يبقى الكابتن يريد يتنازل. زين يريد ما يتنازل، احنا متضامنين. وموقف بالنسبة للتجمع، أنا مع التجمع بالنسبة أنه تحركت حتى روح العدنان درجال ورفضوا أخوته وكذلك حسن البيضاني، أعتقد يمك أو قريب عليك وتقدر تسأله. ما أنا قاعد أتكلم عن شخص، حيدر أنا قاعد أتكلم عن شخص حسين عمار، لا أتكلم عن سين أو صاد. اسمح لي يا حيدر، إحنا موضوعنا كالآتي، إحنا لا دا نتكلم عن القضاء، القضاء يشاهد أدلة وشهود ينتهي الموضوع، هذا هو حكم القضاء، والقضاء عادل والقضاء. لكن قلت إنه يجب أن يراعى موضوع مثل ما تكلم أستاذنا الدكتور عدنان لفة، اللي هو يعني يعتبر قبل اللي كنت الصحفيين الشباب، قال انه يجب ان نتخذ الموضوع الانساني، الاعلام هو سلطه والله انا ما قلت خليه يبقى بالسجن. يعني ليش فاهمين انه انا تكلمت قلت خليه يبقى بالسجن؟ هسه لما اطلع من نص الكلام، انا قلت انه اتمنى وذكرت بنته عندها وطلبت التنازل من الكابتن عدنان درجال، بس خلاص قرار اجى حكومي. ليش ما استغلينا الفترة؟ انت قبل اربعة اشهر وانا قبل اربعة اشهر وعلي سالم قبل اربعة اشهر طلعنا بالتلفزيون قلنا عدنان درجال وحيدر زكي راحوا الى المحاكم، واكو قضية بالمحاكم، ليش ما حليناها من وقتها؟ بعدها الكل يشهد وبما فيهم الزميل علي سالم والدكتور عدنان لفه، صارت جلسة في وفاة الراحل شقيق الكابتن عدنان درجال، وبعدها كابتن عدنان دعاهم الى جلسة في احد مطاعم بغداد مع الضيوف العرب وترطبت الاجواء، ومن ساعتها الزميل حيدر زكي يعني هو حتى على لسانه قال انا ما تكلمت باي شيء، هو دعوه قديمه. اذا ليش احنا ما نضغط باتجاه انه يا كابتن عدنان انت اذن كل الرياضيين، انت اسم كبير، انت رئيس اتحاد، انه رطب الاجواء وحل الموضوع، احنا لا نتفلوق. طيب ونقول يا ابو وقت ما عندي. شكرا جزيلا للزميل حسين عمار على المداخله، وقبل الترحيب بضيفي الذي التحق حديثا بس اقرا هذه الرساله مهمه جدا من المحامي اسامه عدنان، يقول تحياتي لك ولضيوفك الكرام، الموضوع واضح، الطريق متوجه الى الاستئناف بصفتها التمييزيه، وقرار يوم امس ليس مكتسب الدرجه القطعيه. ارحب اجمل ترحيب بالزميل نور نزار الاعلام الرياضي، مرحبا بك زميلي. الله اهلا وسهلا بكم. طبعا استاذ عدنان لفته حيدر مشتاقين له، شايفين اعتدنا على حضورك المتاخر دائما. لا عدم حرام عليك، هاي شيء ظلم. بس شو تسوي، كان عندي التزام تتعرف. حياك الله، اهلا وسهلا. وخلي اترك الحديث لك بما جرى من يوم امس لغايه هذه اللحظه ولحظه اعلان المحكمة بالحبس على الزميل حيدر زكي. وبالبداية يعني وكان قرار مفاجئ، يعني حكم مفاجئ بصراحة. أنا يعني ما كان عندي علم، أنا اللي عندي علم به أنه كان هناك ترطيب للأجواء، وحتى ذكرتها في برنامجي يوم أمس، ذكرنا أنه كان حيدر متواجد في فاتحة الشقيق السيد عدنان درجال الله يرحمه، وبعدها كانت هناك جلسة مع ضيوف العرب مع الأخ علي نوري وترطيب الأجواء فيما بينهم، وكانت جلسة ودية. فالبارحة من سمعنا القرار بصراحة كانت مفاجأة وصدمة، أنه مباشرة سجن مباشرة كذا. طبعا في النهاية سيد عدنان درجال أخذ طريق وهو طريق القانون، وهو مباح ومتاح للجميع، لأي شخص في أو أي مواطن عراقي من حقه يذهب إلى الطريق اللي يشوفه مناسب إلى طريق القضاء، والقضاء اعتمد على أدلة واعتمد على قوانين. وبالتالي إحنا ما نعترض، إحنا ما معترضين على قرار القضاء. إحنا اليوم ما قاعد أناقش ليش القضاء صدر هذا القرار، أنا اليوم دا أناشد أنه بالأخير لا نرضى ولا نأمل أن نرى أي زميل خلف القضبان بسبب برنامج رياضي، بسبب مثلا نقد هو لم يكن نقدا أو إساءة معينة. لذلك كان دعواتنا كلها جميعا للسيد عدنان درجال أنه أنت أخذت قرار وصلت وجهة نظرك، فمن الممكن أن تذهب باتجاه الصفح
وتختم هذا الموضوع ويكون هناك مثلا جلسة ود ما بين كل الأطراف لحل الموضوع، لوضع النقاط على الحروف. مثلا ممكن عدة شروط السيد عدنان درجال يقول لك أنا في إذا أريد أسوي صفح وأريد أتنازل عنها بوفق شروط معينة، يطرحها على الأخوان مثلا أهل الزميل حيدر زكي، هو حيدر زكي، وبالتالي يأخذ قرار ونذهب بهذا الاتجاه. لكن هي في النهاية أنه إحنا هاي سابقة لأول مرة تحدث، يعني أنا ما شفت من 2003 إلى اليوم صدر قرار حبس بحق أي إعلامي أو صحفي داخل العراق. هل فعلا إحنا إعلامنا ملائكي لهذه الدرجة بحيث هو بس الزميل حيدر زكي هو فقط من أساء؟ ما أنت شايف يا زميلي علي في البرامج سواء كانت سياسية وغير سياسية، ونشوف حجم الإساءات وحجم الإسفاف وحجم تجاوز كل الخطوط الحمراء بكل مسمياتها الدينية والاجتماعية والوطنية والأخلاقية، تجاوزات بالجملة موجودة بالإعلام. في النهاية يقع بها رجل هو محسوب على الإعلام اسمه إعلام رياضي، يعني إعلام في النهاية لجانب معين هو يعتبر من كماليات الحياة، خلينا نقول، أو هو مو قضية أخلاقية أو قضية دينية أو قضية فساد أو قتل أو جناية أو كذا. وبالتالي هو هذه مشكلة لدينا نحن في القانون، لأن في النهاية محكمة النشر أنا باعتقادي قوانينها ما زالت هي قوانين الستينات والسبعينات، وفي تلك الفترة كان النظام شمولي وكان نظام الحزب الواحد، فمن الطبيعي عندما يشرع قانون يكون هكذا عقوبات على الإعلاميين. أنا كنت أود أنه الدولة تنتبه إلى هذا الأمر بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، أنه يطرحون قانون جديد للإعلام، يعني يكون السجن في آخر مرحلة لحالة جدا جدا، يعني خلينا نقول بالعمق وفيها إساءة ممكن ما بعدها إساءة، بحيث أول شيء هناك إنذار، هناك مثلا إيقاف عن العمل، هناك غرامة مالية، إيقاف البرنامج لمدة 3 أشهر 6 أشهر، أكو ميثاق خلينا نقول إعلامي واضح للجميع كل القنوات تلتزم به، وكل القنوات توقع ولا تأخذ هذا التصريح إذا ما وقعت على هذا الميثاق الإعلامي ليقدم من قبل هيئة الإعلام والاتصالات. دور الإعلام اليوم يتضمن تثقيف الشارع، ارتفاع بذائقة المشاهد، رفع خلينا نقول الرقي في عملية طرح المواضيع والنقد وغير ذلك. بالتالي لازم الخيمة تكون هيئة الإعلام والاتصالات، لكن على شرط أن لا تمس الحريات. يعني احنا بصراحة الميزة التي لدينا اليوم في العراق الجديد هذه الحرية، ويمكن يتفقون وياي الإخوان، هذه الحرية غير متواجدة في بلدان أخرى، وبذلك هاي ميزة، لكن يجب أن تكون للحرية ضابط، يجب أن تكون للحرية إطار معين. يعني مو لأن أنا عندي حرية اليوم عندي مشكلة شخصية ويا علي سالم وأني صاحب برنامج أطلع أصفي حساباتي بالبرنامج ويا علي سالم، هذا خاطئ ما يصير، وإحنا دا ندعو لهذا الموضوع. لكن بالنهاية إعلامي خلف القضبان من أجل كلمة أو كلمتين صدرت من عنده أشوفها ثقيلة. وخلف القضبان مع من؟ مع 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 مع, مع الـ 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 السارق، مع القاتل، مع الإرهابي، مع تاجر المخدرات، مع أصحاب الجنح الأخلاقية، مع 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 أشوفها ثقيلة بصراحة، يعني هي حتى من الجانب الإنساني. لكن في النهاية هذا قانونك، هذا هو القانون الموجود، والمحكمة حكمت وفق ضوابط ووفق شواهد. دكتور عدنان، أما كان الأولى الذهاب بطرق أخرى غير المحاكم، التوجه إلى هيئة الإعلام والاتصالات، إنذار حيدر وبرنامج حيدر، إيقافه لفترة معينة، الذهاب لنقابة الصحفيين، لرابطة الإعلام المرئي الميتة سريريا، هي ما موجودة أصلا وايد طرق دكتور عدنان. تمام، أنا متفق تماما، وأعتقد اللي ذكره الأخ نور بعض الشواهد والأدلة على موضوع ما يجري في البرامج السياسية، ترى كثير من القنوات وقفت، يعني عندنا قناة شهيرة توقفت نهائياً عن البث، تذكروها قناة البغدادية وغيرها، أكو برامج هواي توقفوا، أكو يعني وصلت موضوع إيقاف البرنامج، إيقاف. فإحنا كنا نتمنى أن نبقى في هذا الإطار، يعني بعيداً عن موضوع السجن. هسه حتى أنا مو يعني مع حيدر ضد العفو، يعني أقصد موضوع القانون، إحنا ما تحدثنا بجانب قانوني أبداً، قلت لك لا اختصاصنا، كل يحترم القانون ولا كل احترام القضاء، إحنا تحدثنا من جنبة واحدة، انه الجانب الانساني هو اللي يتمناه يطغوا، هو اللي يتمناه يعني يسمو على كل شيء ويخلي علاقاتنا. ترى اليوم احنا اذا يعني هسه احنا حتى بالدعاء نقول يعني امام الله سبحانه وتعالى انه ما يعاقبنا بعقابه، انما برحمته، لان رحمته وسعت كل شيء. فلذلك اما اذا بالعدل، لا الله عادل، يمكن اي واحد بينا ما يوصل اي شيء. صح، فاحنا اللي نتمنى القضاء عادل اكيد وكل الاشياء. واذا نتحدث بالجانب المهني جاء كثير من النقاط والملاحظات، احنا اليوم نتحدث بزاويه واحده
واتمنى حتى الاعلام يصر على هذه الزاويه، لا ندخل باطار اخرى، لا نتحدث بالجانب القانوني، قانون عادل مو شغلتنا، لا بالحديث عن جوانب الالتزام، لها جوانب يعني لها علاقه بتكوين الشخص، الثقافه مو انت تاخذها من مؤسسه، انت تاخذها من نشاتك، من عائلتك، من دراستك، من علمك، من معارفك، هاي يعني تسمو معاك الثقافه وانت تشيعها في المجتمع، فلذلك احنا نركز على الجانب الانساني. بالنسبه بس ملاحظه على الاخ نور، قال احنا قوانيننا قديمه، لا مو صحيح حالك. انا القوانين توقعت ما لا بس اعطيك فكره العفو. القوانين حدثت اليوم، حتى الاساءه بالتواصل الاجتماعي ترى عليها حكم قضائي، بس العالم ما تفعلها، يعني ماكو واحد اليوم يشتكي على مود بوست او تغريده، بس حدثت الموضوع. فلذلك احنا قلت لك هسه جانب القانون من تركيا، لان اكو متخصصين ما شاء الله، يعني الان الاخ علي، علي هو اصلا متخصص بالقانون، متواصل مع كثير من المحامين، ويمكن اكثر من يوم، اكثر من اسم لامع، اللي هم دائما الاخ اسامه والاخ طارق الشرع، يعني ناشطين وفاعلين، هم دائما يعني خلينا نقول داعمين للرياضيين في المجال القانوني وحمايه قانونيه. نتمنى احنا نركز على الجانب الانساني، وانا اعتقد يعني الكابتن عدنان وغيره من الشخصيات يعني تعرضوا الى اساءات كثيره، تعرضوا الى كثير من الكلام، هسه احنا ما نتفق وياه، لانه يعني احنا كنا ننتقد، يمكن انتقدنا عدنان درجال واللي قبله، تعرفون كليتنا ننتقد بشكل عام، بس من نصل لمساله السباب والشتائم ولا الاتهام، لان مو صحيح. احنا نتحدث عن العمل، العمل يصير به اخطاء، احنا بشر، لكن انا متاكد الاخرين يستفيدون من تنتقده انت بشكل حقيقي، يستفيد، اذا فادتك المعلومه اخذها، ما فادتك خلاص، احنا متفقين. فاتمنى الجانب الانساني يعني هو الذي يطغى على الموضوع، واحنا عندنا ايام، يعني الان موضوع الاستئناف تحدث عليه اخ اسامه، نتمنى ياخذ دوره فعلا ويكون الصفح موجود والعفو موجود، لانه يعني يعز علينا اي زميل انه يقضي وقته بين القضبان، لانه هو واجب الاعلامي، ممكن توقفه عن الاعلام، ممكن توقفه عن البرنامج، الامر طبيعي جدا. ويوم الاحد سيتضح الخيط الابيض ان شاء الاسود الله صحيح. احنا نتمنى الصفح يكون موجود. لكن السؤال، بعد زج حيدر زكي في السجن، هل سيؤثر ذلك على نوعية العلاقة بين الإعلام الرياضي وبين اتحاد كرة القدم أو عدنان درجال شخصياً؟ لا بشكل عام سيد علي، شوف إحنا اليوم نعيش في مجال اللعبة الأولى في العراق، ولعبة هي بها كثير من الجدل، القرارات كلها ماكو قرارات كلها 100%، أكو أخطاء. أنا أعتقد الإعلام هو داعم، ترى أنت من تنقد الاتحاد وتنقد المنتخبات وتنقد الأندية وتنقد البطولات، هو شنو الغاية؟ يعني أنت بس تريد تنقد؟ لو لا، احنا نريد نصلح الأمور، احنا كنا عندنا رغبة أن بلدنا يكون في أفضل حال، فلذلك ما تتفق وياي؟ أوكي، أخذ وجهة نظرك، بس لا تحكي علي، لا تسبني، وجهات نظر هواية يعني تختلف، بس احترم وجهة النظر الأخرى، واسمح للكل ان يتحدث، وكل واحد يدلو بدلوه، والجمهور والناس هي الحكم. انا اتمنى العلاقه تبقى علاقه ايجابيه، لان انا لا اعتقد ان الرياضه وكره القدم او اي مؤسسه رياضيه تستطيع العيش بلا الاعلام، ولا الاعلام اليوم، الاعلام هسه اذا خلينا نقول يسوي مقاطعه لكره القدم، طيب ما هي اللعبه الاولى، ليش نقاطعها؟ هي لعبتنا ورياضتنا، وهي جزء من الرياضات الاخرى. هي وغير صحيح المقاطعه. فلذلك هي المنفعه متبادله، احنا يعني يجمعنا هاجس واحد هو العراق ووطننا وحبنا للرياضه، لانه دائما احنا نعرف من احنا صغار علمونا الرياضي هو شخص، يعني يقول لك هذا سبورت، شنو سبورت؟ سبورت لازم عنده كل معاني الرياضه اللي هي حب وطاعه واحترام وغيرها، اليوم الاحترام انا اعتقد اثمن من اي شيء اخر، من تحترمني والله اتكلم عني ما شئت، بس تعامل باحترام. فاتمنى قلت لك الجانب الانساني، اليوم كل الوسطاء، كل من عنده قدره ان يتدخل في هذا الموضوع يتدخل خيرا، اذا ما عنده رغبه بالخير خل يصمت افضل، لكن تدخلوا خيرا، عسى ان يعني تتوقف الامور عند جانب انساني، عند جانب خير، ويخرج الزميل من سجنه. واكيد احنا نتمنى طبعا من يكون اكو اشتراطات واكو افتراضات واكو ضمانات، اكيد من يوقع على ضمانات، نتمنى الاعلام دائما يعني يفكر بموضوع الالتزام، الكلمه مسؤوليه، الكثير من هذه الامور. صحيح. هذه درس للجميع، لكن نتمنى ما توصل الى موضوع القضاء. زين، حدث ما حدث، ولكن للمتابع على منصات التواصل وغيرها هناك انقسام واضح من الجماهير ما بين معارض لما حصل للزميل حيدر زكي وما بين مؤيد، وهو البعض ربما وصل لمرحله الشامت.
شنو هذا السر حيدر بمزاجية الجمهور العراقي والتحكم بهذه القضية؟ مو مزاجية من الجمهور العراقي، وإنما الوعي اللي أصبح عليه الآن الجمهور العراقي. كثرة المواقع الرياضية وكثرة البرامج الرياضية أصبحت هي الرافد الحيوي لعقلية المتابع العراقي، بحيث بالسابق كنا نتكلم ببرامجنا الرياضية كان أكو برنامجين ثلاثة ما يعلى عليهم القدم، لأن يحبون الجمهور، يحب المشاكل، يحب جيب فلان جيب علان، خلي يضرب بوكس، خلي يسوي له فدهوسة شيء فشيء. لا، بدت برامج أخرى تضغي على الساحة، برنامج علي سالم أخذ مدى الواسع، برنامج نور نزار أخذ مساحته، برنامج داود إسحاق أخذ لما يتناوله من منهاج بعيد عن السب والشتم مع جل احترامي للبعض. الموضوع اللي حدث أكو بي إيجابيات وأكو بي سلبيات. السلبيات أنه المحسوبين على الإعلام راح يبدون يتكلمون ويحسب ألف حساب الكلمة اللي تطلع من خلال إذا كانوا ضيوف أو كانوا مقدمي برامج ويقدمون برامجهم. الإيجاب اللي بالموضوع راح يصير وعي ثقافي اتجاه الكلمة الحرة للبرامج الواعية الرياضية والهدف الرياضي بالفترة القادمة. لأن أنا هاي الحملة وأشرت عليها وحتى سويت استبيان عند البعض من الزملاء الصحفيين والأصدقاء أنه عند ما ذهب الموضوع إلى القضاء شفنا الكثير من البرامج مالت إلى الاعتدال وبدأ أنه ما يخلي الكرة بملعبه وإنما يرميها بملعب ضيفه. زين، يعني أنا هم مرة من المرات دزوا علي الغدير قالوا أنت شلون تحكي على نادي النجف؟ قلت لهم الموضوع يخصنا، إحنا قناة من النجف وأنا نجفي وكذا. قالوا لا، يتوقف البرنامج أسبوع، إدارة القناة وقفت البرنامج أسبوع، وهذا إنذار لك. الإنذار الآخر لا ينتهي عقدنا وياك. زين، لذلك أنه لا تتجاوز، تريد أنه جيب ضيفه وسئله خلي الضيف يتكلم ما شاء، له مطلق الحرية الضوء الأخضر، بس أنت لا تسولف. من وقتها أنا هم قلت هسه شو اللي بيها، هو بس النجف أحكي عليه بكل حرية. زين، خليها ما تحفظ اتجاههم وينتهي الموضوع. بس هذا فرغ الإعلام، يعني عفوا يعني أنت وقفوك القناة لأن أنت أسأت؟ ما أعتقد تسيء. أسأت. أسأت؟ نعم. إذا إساءة هاي بحثنا، أما يتوقف البرنامج من أجل أنه نقد ومن أجل تفاصيل أخرى، هذا راح يصير معناته مو إعلام، راح يصير إحنا رجعنا إنه ما هو يعتبر نفسه ماخذ على الولاية. ولاية يعني أصدقاء، أصدقاء زين ومقربين. لذلك يعني أرى بأن هنالك مسلك إيجابي، رغم أن هساني طرحي كله ده ينحسب سلبي باتجاه حيدر زكي، والله طرحي إيجابي ومع حيدر. يعني أنا أنظر للأمر إلى المستقبل، ما أنظر أنه بالفترة الحالية. الفترة الحالية تقصد أنه الضابط يجب أن يكون من ضمير الإعلامي أولا، من المؤسسة اللي يعمل فيها الإعلامي، وبعد ذلك المؤسسات الرقابية. أنا ذكرت لك بداية الحديث نور كان ما موجود، قلت لك المؤسسة نزلت خبر نتمنى من القضاء العراقي أن يخفف العقوبة، ما قالوا إنهوها ولا قالوا إنه إحنا هذا ابن مؤسستنا وإحنا سنقوم وسنعين وسنتكفل والسيد فلان الفلاني سيقوم بفد 100 محامي يدزهم إلى المحكمة العراقية يوم الأحد. ما سمعنا هذا خبر. يكون اجتهاد شخصي من موظف بالسوشال ميديا، يعني هم مو شرط تحسب على إدارة. أنا اليوم قناة الفرات علي سالم من ذب السجن ويجي محرر فقط يكتب الخبر ومدير القناة ما قد يدر. يكون إحنا جاي نفرض فرضية، يعني مستحيل للشارع الآن. طيب، كله تقلت من شق نصين. أنت التقيت اليوم بالزميل حيدر زكي. نعم. رحت له بزيارة إلى مركز الشرطة، شنو آخر المستجدات عن الموضوع؟ شنو رد فعل حيدر بعد كل والله واحد. يعني احنا رحنا يعني قمنا بواجبنا تجاه زميلنا في النهايه، ايضا من جانب انساني واخوي، ويعني هو صديق في النهايه. كان هناك مجموعه من الرياضيين، مجموعه من الشخصيات، التقينا به وكان هادئ يعني ويضحك يبتسم يعني. لكن اخر التحركات هم اللي يحاولون ينتظرون يوم الاحد، واللي سمعنا ممكن اكو تدخلات، ممكن اكو اتصالات ما بين عائله حيدر زكي وما بين اطراف مقربه جدا من السيد عدنان درجال لحلحله الموضوع، وايضا ينتظرون الاحد وبعد هذا يشوفون ايش راح يتحركون على الاستئناف، لان تعرف القرار صدر الخميس، جمعه وسبت هي عطله، حتى المحامين ما يقدرون يسوون شيء. الامور هي في ترقب تام، يعني اكو اكثر من خيار، هذا اللي فهمته، اكو اكثر من خيار مطروح على الساحه، اخرها انه احنا نروح استئناف، ان نكمل اجراءات المحكمه ونكمل اجراءات القانون ويروحون للاستئناف بصفته التمييزيه مثل ما قال الاخ اسامه عدنان وفقط. يعني هذا اللي كان، بس هو حيدر كان هادئ وقال انا ما اعتذر، ويعني انا ابقى، يعني يقول انا ما مسوي شيء غلط او كذا، يبقى هو رايه. لكن في النهايه
ننتظر كلنا احنا من راح نترقب الموضوع، لان حتى الاستاذ علي رياح يعني في تغريدته عندما تحدث قال نحن لا نتمنى ان يصل الامر الى السجون، يعني في النهايه هذا الامر ممكن يعني راح يشجع الاخرين باتجاهات اخرى. اليوم السيد عدنان درجال عنده ادله قويه، هو لما صدر هذا القرار، وبالتالي احنا لذلك احنا كنا في برامجنا ما انتقدنا القضاء ولا حكينا على السيد عدنان درجال انه انت ليش رحت القضاء، لان هذا حق لكل مواطن عراقي. احنا كنا نلتمس انه تترطب الاجواء، نلتمس انه ما دام انت اخذت قرار وصلت فكرتك حاول انه يصير صفح. وبالاخير احنا هم يعني عندنا اختلافات ويا زميلنا حيدر زكي في عمليه الطرح كمقدم برنامج، لكن يبقى على المستوى الانساني هو صديق وما عندنا اي مشاكل وياه. لكن في المستقبل اي شخص اليوم على علي سالم اذا انت وجهت نقد هو ممكن يعتبرها اساءه، صح لو لا دكتور؟ وانت تعرف انت يمكن انت دائما ضيفنا، انا اليوم كلش يعني سعيد انه طالع ضيف ويا الدكتور عدنان، دائما هو ضيفي فشويه اجواء غير شكل. يمكن الدكتور عدنان من اشد الناقدين، ممكن هو من ده ينتقد ايضا راح ترفع عليه قضيه باعتقاد الشخص الاخر ان هي اساءه، ويوميا الدكتور رايح للمحكمه وجاي من المحكمه. احنا هاي ما نريد تكون بالاخير، لذلك عمليه الضابط الاخلاقي بالدرجه الاساس لازم تكون حاضره بالنسبه للمقدم حتى للضيوف. وينتفق الدكتور اكو ضيوف اساءاتهم اعمق من المقدمين، اساءات بالجمله تصير، هاي المفروض عليها ضابط معين. حتى القنوات ادعو القنوات، بعض القنوات يعني اذا انت ما عندك فلوس مو لاسوي برنامج رياضي، لان ترى اكو مقدمين مو يمها، خل احكيها بالعاميه. اي اكو مقدمين من اليوم جاي مسلح. اسمح لي، هذا يخص علي. علي انت تعبان على نفسك واني تعبان على نفسي والدكتور تعبان على نفسه، من يجينا واحد يعتبر ويحسب نفسه اعلامي ويطلع يسيء ويطلع هوايه عليه مآخذ، وانت تعرف انت بالاخير الناس انطباعيين، شافوا اعلامي مو زين يا معود، احنا اعلامنا كله كذا، صح ولا لا دكتور؟ اعلامنا كله كذا من اجل شخص او شخصين دا يسيئون بالوسط. واحنا همين ترى عندنا مشاكل كاعلام، احنا همين عندنا مشكله ببعض الاعلاميين وبعض المراسلين وبعض الصحفيين، هم اساءوا للمهنه واساءوا النا واساءوا لهذه المهنه. من المفترض تكون هي ترتقي بالناس وترتقي بالمشاهد وبذائقه المشاهد، سووها سوالف يعني عفوا سوالف ما شوارع، من لغه هابطه، من امور يتحدثون بها. وايضا المقدم مو بس مثلا هو خوش ولد، المقدم هم لازم لغه، ثقافه، وعي، ضمير. هسه انت تعرف اكو مقدمين اذا يكتب له سطرين بالفيسبوك يخطا بعشر كلمات من اصل 13 كلمه املاء غلط، هذا يطلع ينظر بالاستراتيجيات ولازم الاتحاد شو يسوي، لو لازم الاعلام شو يسوي اذا هو لعبات الاملاء ما ضابطه، شلون هذا يقدم لنا استنتاجات، مخارج حروفه كلها غلط. فبالتالي الاعلام والله مو هين، مو اي واحد يقعد قدام كاميرا او يلزم لوجو، وهذه مشكله عندنا، وهذه تتحملها جزء من القنوات ويتحملها ايضا كل الجهات. ولذلك ادعو نقابه الصحفيين يجب ان تفعل رابطه الاعلام المرئي. رابطة الإعلام المرئي لو تكون موجودة يكون بها محددات كثيرة وتكون بها ضوابط لأي واحد ينتمي حتى يعمل، ويصير أي واحد ما يعمل في أي قناة إعلام في أي قناة فضائية إذا ما يكون منتمي لرابطة الإعلام المرئي، حتى نعرف هذا شنو عنده سوابق، صاحب سوابق. يعني احنا يعني لا تستغرب إذا شفت في يوم من الأيام مقدم برنامج هو صاحب سوابق، لأن صار خلص يمكن عنده صفحة قوية وتجيب مشاهدات. هاي المعاناة، اي هاي تصير تجي معاناة. ممكن 250 يشتغل، لو يشتغل ب 50,000 لو ب 100,000 يلا جيبه ما دام، لو يشتغل ببلاش ويعينوه هم يعرفون هو غير صالح لهذا المكان. فهذا يبدي يريد يسوي شو باي طريقه، باي طريقه كانت صحيحه او غير صحيحه. اذا احنا اجينا ونعرف وقع الكلمه وتاثيرها بالمجتمع، نعم، وسلمنا هذا السلاح الخطير لناس بدون معايير، وقلنا السبب الرئيسي هي القنوات الفضائيه اولا. اكيد المؤسسات عامل مهم، احنا دائما نقول المؤسسه يفترض يعني تنظر للمحتوى. انت مو يجيك ابو البرنامج يقول لك انا راح اسوي لك مشاهدات اصعد البرنامج مليون مليونين، هي مو هاي الغايه. انت قدم لي محتوى جيد، ترى بالعالم كله بالناس بالعرف الانساني ترى دائما هم اصحاب الحق قليلين. دائما يعني هم اقليه، دائما احنا المثقفين اقليه، الناس المحترمين اقليه، هاي معروفه يعني بكل العالم. لذلك احنا نركز على الوعي، نقول الوعي لازم يرتفع. ايش قد ما عندنا ناس خلينا نقول اكو مسيئين اكو سيئين، بس ايضا نتوسم خير نتوسم امل باكو شباب. يعني هسه احنا بنتحدث البرامج اليوم يمكن يغريهم بعض الاخبار لبعض خلينا نقول لي الاثرياء بالسوشيال ميديا، الاثرياء مو اقصد ماليا، اللي عندهم بالمشاهدات حضور. بس احنا مثلا قبل ايام عندنا واحد شاب صغير جدا اخذ درجه عالم رياضيات،
اسم الخطاب. يعني هذا المفروض القنوات كلها تحتفي به، اولا نموذج مشرق للعراقي الجميل وغيره من يعني ليش ما نبرز النماذج الطيبه المشرقه اللي تاخذ بالعلم بالثقافه، هم ذولي، مو اروح على المحتوى الفارغ اللي يعني يرخص نفسه ويطلع لنا ببذاءة اللسان وبغيرها مشاهد ما تليق بينا وبمجتمعنا وبتقاليدنا ونبرزه. انا اقول هذه مسؤوليه الجميع، احنا لازم نتكاتف دائما، لازم نبقى مصرين على موضوع الثقافه والوعي. ايش قد ما بلغت حجمه الاساءات، ايش قد ما اكو يعني اللي ذكرهم الاخ نور، اكو بعض يعني مسيئين للمهنه، اكيد هذا هو الحابل والنابل يختلط اليوم، يقول لك كلكم هيجي، كل الاعلام هيجي، يعني سموه يتحدثون يقول لك اوه هذا الضيوف ذول جماعه الكذا، سووا هسه مفرده جديده على ضيوف البرنامج، طبعا انت من تنتقي ضيف يفترض تكون يعني اولا تليق بقناتك، تليق بالشاشه، شاشه خطره، هاي مسؤوليه، مو اجيب اي واحد، وانا يمكن اكثر من مره حكيت ويا حضرتك ويا الاخرين على موضوع الضيوف وغيره، نتمنى تكون عمليه الانتقاء دقيقه، يعني البعض هم يصور هم هاي خلي اطرقها. احنا مرات يصير باسبوع واحد تطلع تقريبا يوميه بفت قناه معينه. ترى احنا يعني ما نروح نطرق الابواب شباب، يعني تصير دعوه، ممكن اكو حدث معين او موسم، احنا البطولات ايضا مواسم، ممكن انا اجي اليوم ويا فلان قناه فلان قناه، بس مو معنى هذا الاعلامي هو يروح يطرق الابواب وتعال طلعوني، لا ما تليق بينا هذا. هي موضوع راي، نطرح راينا بكل حريه بكل مصداقيه، اللي يقبل براينا على راسي، ما يقبل براينا هم كل الاحترام الى اذا يعاملنا باحترام، اما موضوع تسبني وتشتمني هم مو حلوه، ما تليق بيكم، يعني كل واحد يباوع عن نفسه، خلي يباوع عن نفسه، يقبل واحد يسبه ويشتمه، يعني الموضوع غير هاي مشكله، هاي غير مقبول. فنتمنى دائما نركز على الاخلاقيات والثقافه، مجتمعنا لازم يبقى عامر بيها، واحنا نظل يعني الى اخر نبض بالحياه نصر على هذا موضوع الاخلاقيات والالتزام طالما يعني بينا عرق. بيانات كثيره صدرت، جروبات رياضيه شكلت من اجل التضامن والدفاع عن الزميل حيدر زكي، شنو رايك بهذه الحملات؟ مع جمله وتفصيلا، لكن هل تسمن او تغني من جوع؟ ما اعتقد. يعني مجرد هي تطيب خاطر للزميل حيدر زكي، سيحتاج احد يطبطب له وهو خلف القضبان؟ ما هو خلف القضبان يا اخوان. انا ارجع اريد اضرب مثال ومرات استحي، يعني تحياتي للزميل احمد العطوان، حلت القضيه وتنازل الكابتن، هسه تنازل كلاميا وبعد ماكو شيء ثابت على الوراق، حلت بعد ان تدخل بها اطراف ودخلت بها ناس وانتهى الموضوع وبينت وجهات النظر. ما كان هذا الموضوع من البدايه، يعني انا تكلمت به، تكلمت انه احنا ندرب هالموضوع من الفتره، اليوم نور يقول كنت متواجد وحيدر متبسم وكانما الموضوع مو شيء، بس انا ادري شنو اللي بداخله، يعني مرات الانسان يحتاج انه يثبت انه هو قوي، بس اللي بداخله مكسور طبعا، اللي بداخله منهزم ضايق، لكن هو ما يظهر. اللي تفاجئ انه ايضا انه راح للمحكمه ومباشره اترحل الى السجن، وهذا الموضوع ايضا مفاجئ الي ومفاجئ لك ولكل متوقع غرامه، واللي يوصل لي مليون بجيبه خلاص ادفع المليون واطلع، لذلك ذهب حتى بدون محامي، ذهب وحده ما بدون محامي ولا شيء. ليش ما استبق الامور واحل هذا الموضوع دون ان اصل الى هاي الجلسات؟ احنا ندري اكثر من مره يبلغ واكثر من مره، بس الاحاديث الجانبيه تقول انها حلت اجتماعيا نتيجه حلت، يعني انا حيدر لمجلس عزاء شقيق كابتن عدنان درجال ولقاء في جلسات عمر طويل لكل شخص عزيز على قلبك انت، باكر عقبه بيني وبينك خلاف ولا سامح الله توفى والدك، اجي مجلس العزاء معناته انه صافينا انتهى الموضوع، وراها صارت قاعده وديه رياضيه واجتماع وهم صارت قاعده وديه هاي الاشكالات، كان هاي القاعده الوديه حيدر وعلي نوري وجمعهم الكابتن عدنان درجان، هذا السؤال يوجه الى لذلك كان في وقتها انا توقعت انه انتهى كل شيء، انه اكو ترطيب اجواء صار، ويعني قلت يلا هذا شيء جيد، يعني اول شيء احنا يعني دائما ما نحب يصير مشاكل بين الاعلاميين، هاي اول نقطه، يعني بين الزملاء، لان هذا الشيء ما حلو حتى بحقنا احنا، من تصير خلافات واثنيناتهم يعني بالبرنامج واحد يوجه كلام لاخر انا اشوفها مو حلوه، فمن شفنا هذا الشيء انا فرحت بالنسبه لي، خلي تلتئم الامور، خلي تهدى الامور، فالكل متوقع انه انتهى الموضوع. شنو رايك؟ بالتالي انا من قعدت الصبح وشفت حسن البيضاني منزل تفاجئ. شنو رايك بالتصريح رئيس اللجنه الاولمبيه يقول ما راح انام الليل اذا ما يخرج حيدر زكي من السجن؟
والله تحياتي للدكتور عاقل مفتن، تحركاته جيدة جدا ومن الأشخاص اللي أشدت بعمله خلال الفترة الماضية، بس هو كان بالطيارة رايح لتايلاند أعتقد عنده بانكوك اجتماع، فش وقت اعطى التصريح وإلمه يعني قبل قليل نشر جعفر العلوشي، وصل الآن وصل زين السيد عقيل مفتن إلى بانكوك، وهذا التصريح يعني يقدر ينشر أكو انترنت بكل مكان منشور إلى ما أرسل، وإنما هنالك أشخاص آخرين عقيل مفتن ما يقدر ينام الليل، ممكن كان التليفون يوصل أو يقدر ممكن عن طريق مكتب الإعلام مال الأولمبية، والله حاولت أتصل بهم كلهم ما هسه إذا يشوفونا خلي يدزونا مسج الإخوان بالمكتب الإعلامي، أتمنى إذا أكو توضيح من يومهم إنه هذا على لسان السيد عقيل مفتن. شنو اللي يخفي؟ أفرض فرضيتين هذا التصريح موجود عقيل مفتن لو هاي النية موجودة بداخله، أنا أعرف إنه لدى عدنان درجال هو شرط واحد، في حال هذا الشرط تحقق فإنه عملية التنازل موجود إنه يوقع حيدر زكي على تعهد بعدم التطرق إليه زين في برنامجه ما بعد هذه الحادثة، هذا اللي وصل لي. لا زين دقيقة والله بس خل أربط وياك، أكو شرط على عدنان درجال شرط للتنازل على حيدر زكي يتنازل عن الموضوع أو الإصفاح عنه، لأن التنازل ما يفيد من الإصفاح من البداية، وهو إنه يوقع على تعهد بعدم التعرض لشخصية عدنان درجال بالفترة القادمة. مين وصل؟ هذا رفض حيدر زكي. هسه وصلنا. تمام. زين رفض حيدر زكي. زين عقيل مفتن إذا دخل. يعني بالمطلق يعني ما يجيب اسم عدنان درجال بالمطلق لو ما يصير بالإساءة. الإساءة. بالإساءة. زين هو رافض، تريد تسأل يا حيدر مرة ثانية؟ أنا هذا اللي وصل لي. زين مين وصل لي نخليها بعدين، فالسيد عقيل مفتن إن كان جاد بهذا الموضوع أعتقد اتصال هاتفي كافي جدا لتحركاته واللي مقبوليته بالجماهير الرياضية ممكن أن يحل هذا الموضوع منا اليوم الأحد إن شاء الله. زين أكو فد شيء غريب من البارحة لليوم، أكثر من مرة سألت نفسي هذا السؤال اللي هو إحنا إعلاميين وإن كان نصنف على الإعلام الرياضي بس هو في بودقة واحدة هو الإعلام المرئي، ماكو كأنما منعزلين تماما عن الإعلام السياسي والاجتماعي ووجوه الشاشة، وما شفت تضامن من مقدمي البرامج السياسية، ما شفت تضامن من مقدمي البرامج الاجتماعية، مراسلين، بقية الصنوف والإعلام اللي معتادة، فهذا الخلل بينا بيهم بالوضع العام، لو كل من يقول يا روحي لو شنو المشكلة؟ لا هم يعتبروه هذا شأن رياضي ما يحبون يتدخلون به، ممكن يقول لك كان بالأخير هاي قضية وأني ما أعرف أبعادها، فإذا أصرح وأقول أني أدعو للزميل حيدر زكي يجوز حيدر زكي غلطان مثلا أو أدعو للسيد عدنان درجال، فيقول لك أني ما أدخل نفسي بهذا الجانب. ولا تنسى ترى أهل السياسة هم داخلين هم مشاكلهم هواي بعد اكثر من الداخلين 24 ساعه، يا اعلام رياضي يا حيدر زكي وهم قضاياهم او يا عدنان درجال في ببعض القضايا هو مخبوصين، تعرف مشاكل البرلمان من جهه وطريق الحرير من جهه. يعني هل هناك موقف لمستموه من يوم امس لغايه هذه اللحظه لاحد اعضاء اتحاد كرة القدم؟ جوزاني ما متابع لان ما شفت لا تصريح لا شفت منشور لا شفت شيء اخر. دكتور احنا دائما نتوسم من الجميع، انا ذكرت لك واكرر اكثر من مره انه ينظرون للجانب الانساني فوق اي شيء، ينظرون الى عائله الاخ حيدر الى كل ما يجري، ما نتمنى الامور تتفاقم، يعني احنا كنا عائله واحده، ترى الرياضه والعراق العراقيين احنا يعني خلينا نقول كنا خط واحد، هسه بغض النظر نختلف بارائنا بمواقفنا لكن انت تبقى عراقي، دائما العراقي مشهور بكرمه بتسامحه بمواقفه، فاحنا طبعا نثمن اي موقف من الجميع، اي شخص قادر على اتخاذ موقف. يعني اسال من سالت الاخ حيدر على موضوع رئيس اللجنه الاولمبيه، طبعا احنا نبارك له ونثمن باي موقف ايجابي قد يكون له دور، لانه اكيد الاستاذ عقيل ايضا له وجوده وله تاثيره، فاذا كان فعلا عنده اي موقف ايجابي بحلحله الموضوع هذا شيء راح يشكر عليه ويبارك به لهكذا عمل. وغيره أنا متأكد أكو كثير من الشخصيات قد يعني تتدخل خيرا لإنهاء المشكلة لإنهاء الأزمة إن شاء الله، يعني تتفاعل هذه الأمور. عندنا بعد يومين خلي نقول، يعني اليوم انتهى السبت، خلي نقول أيضا يوم آخر للصلح، يوم آخر للتسامح، يوم آخر لمد الجسور مرة أخرى، عسى ولعل يعني بعض الخيوط تأثر ونجد الأخ حيدر خارج السجن. نتمنى هذا، نعم مع الضمانات ماكو مشكلة، أنا أعتقد ضمانات ضرورية، اشتراطات من حق الكابتن عدنان درجال أن يشترط، لكن بالنهاية نتمنى القضية تحل بدون سجن بدون عقوبات بدون مشاكل، ونفكر دائما أنه إحنا كعراقيين لازم نتفق
لازم نتحابب وخلافاتنا ان شاء الله تكون هامشيه. دكتور الوقت يداهمني باقل من دقيقه، شنو الرساله اللي تحب توجهها للكابتن عدنان درجال نتيجه هذه اللعبه؟ والله انا اعرف فيه دائما هو رجل يعني خير وانسان محترم، اتمنى يعني رغم كل الاساءات اقول له يا ابو حيدر الانسان يكبر باخلاقه ومواقفه، اتمنى تصفح هذه المره لاجل الجميع، لاجل الاعلام، لاجل الكلمه، لاجل الناس اللي وقفوا معاك في كثير من الاتجاهات. وتعرف انت حضرتك يعني انا يمكن محسوب على جبهه عدنان درجال الفتره الماضيه وراح نبقى وياه طالما هو يعمل من اجل العراق، اتمنى يكون الجانب الانساني ويتحمل كل شيء لان هو رجل يحب العراق، ان شاء الله هذا الجانب يطغو ويكون الصفح موجود. الرساله الاخيره يا نور. ايضا نفس الرساله السيد عدنان درجال، يعني انت تعمل وانا قلتها همي، انت عندك دعم جماهيري، عندك دعم اعلامي، اكو رضا بالشارع، اسمك كبر، شغلك يعني الناس قاعد تلمسه وتشوفه، بالتالي انت ما تحتاج لهذا الموضوع، انت وصلت لمبتغاك، حصلت قرار وهذا يثبت انه كانت هناك اساءة حسب ما انت تقول، والقضاء انصفك، بالتالي خلينا نروح باتجاه انه صفح باتجاه ترطيب الاجواء، وايضا انه خلص انت ايضا تركز على عملك الاخر اللي هو انت تريد تشتغل للرياضه للكره القدم، تريد تطور، وبالتالي انا اشوف هذا الموضوع لك احسن، يعني هي راح تكون سابقه انه انت اول رئيس اتحاد ممكن يذهب للمحاكم ويسجن اعلامي وكذا، وانت اكبر من هالشيء يعني في النهايه، ومثل ما قال الدكتور يعني نتوسم خير به، وان شاء الله يعني ان شاء الله من نال الاحد يصير اكو حلحله للموضوع. الرساله من حيدر الرماحي. رسالتين لأبو حيدر، وأعتقد أبو حيدر قلبه طيب اتجاه هذا الموضوع وإن شاء الله الموضوع يحل، لكن رسالة مهمة إلى رئيس مجلس القضاء ورئيس الوزراء وأيضا رئاسة الجمهورية، أتمنى أن يشرع قوانين حقيقية للإعلام العراقي وضوابط الإعلام العراقي تبعد مقدمي البرامج مذيعي الأخبار وحتى العاملين والكادر اللي في القناة عن موضوع الزج في السجون، ممكن الإبعاد، ممكن الحرمان، مثل مدى تتخذ العراقية بعض العقوبات تجاه مقدمي البرامج أو المذيعين، أساء بجملة بعد عن الظهور، أساء بكلمة بعد عن الإذاعة، يعني بالتالي هذه حلول أفضل مما هي عليه. وكأنما الإعلامي عنده قدسية ويختلف عن بقية المواطنين، ليش؟ سلطة رابعة هاي لازميها حتى بالسيطرات، جيد، ما هي السلطات الثلاثة أيضا تسجن ولديها قوانين ويعاقبون. احنا منها سلطة رابعة، لا غير مشلمين بها بالسيطرة، إذا وقفونا قل إعلامي هويتك هاي شنو غير سلطة رابعة، شلون تسجن هويتك؟ صاير ولا ما صاير؟ مدري تختم أنت. شكرا جزيلا لكم ضيوف الأعزاء، شكرا جزيلا تواجدكم، وشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم، مستمرون بفتح الملف لغاية إن شاء الله الحصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأطراف. السلام عليكم ورحمة الله.